لازم تكون الحكومة الشخصية عنها منها، وعن اللي قال عن المعلومة وبعض الناس ما تحفظ عربي. شوف فيما يخص استفادة استفادتي أنا، وأعوذ بالله من قولي أنا، قلت فيها لا، قلت مؤتمر صحفي قدام الدنيا كاملة، حد جبر لي، حد جبر لي قطعة أرضية من الساعة اللي انتشئت موريتانيا، ومن الساعة اللي جيت لدي الدنيا، جاية من الدولة، من تراب الدولة، على اسمي، والله على اسم فرد من العائلة، والله على اسم صاحب، والله على اسم حد به عندي علاقة، نعود نستحق السجن الصبح. من الدولة الموريتانية اسوى هي شنو؟ قطعة من التراب في بلد من موريتان اسوى هو شنو؟ لا جاية من القزرة، ولا جاية من المالية، ولا جاية من والي، ولا جاية من الصحراوي، ولا شو اسوى هو؟ لا قطعة أرضية. قط قبضتها، قط وراه هو بعده، ما معناها الدنيا الأخرى اللي نعطاتها قطعة أرضية بشكل قانوني إن ذاك ما يتواسى، والله ذاك حرام، والله ذاك خاسر. ما معنى هذا؟ يا غير هذا العبد الفقير يلين يجبر له حد قطعة أرضية، والله يجبر له شخص في العالم موريتان فر قط سداله خدمة مقابل عمل ومقابل تسهيل من الساعة اللي جيت لدي المهام. معناه هذا كامل اللي يقول المدونين، ذاك الصيد بعد راني مستلمة ما يجاوبوا، هذا كامل اللي يقول المدونين حق هذا بكل اختصار. وأنا